أكبر كواليس تيك توك في القناة كلها. يفوزوا فيها. تقهر مرة. اهلا بكم في فيديو جديد في قناة انا بيكم. فيديو اليوم الحمد لله رجعنا من مصر على الرياض، فحتشوفونا نعمل فيها كم فعالية واكبر كواليس تيك توك في هذا القناة. بعدها حنرجع جدة، بس حنرجع نطلع الرياض عشان شيء ثاني، فخليكم متحمسين ولا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير، ويلا نبدا الفيديو. مساء الخير يا جماعة، أنا اليوم في الرياض، بكرة عندي تصوير يوم مرة طويل، فاللي حسويه اليوم إني أحط ماسك قال لكم أدري عشان بكرة ما أروح أتفشل عند الناس، لأنه التصوير حيكون كله ميك اب. تخيلوا حسوي ميك اب مجنون، حسوي كذا جليتر وأشياء، فجأة يركبوا لي هنا أنوار في وجهي عادي تتوقعوا. فقلت يعني نروح عند الناس بوجهها تشرف أكثر من الممرضغة في صحراء مصر. طيب اليوم حستخدم جهاز يو اف او 2، طبعا هذا الجهاز تقدر تتحكموا فيه من البلوتوث اللي في جوالكم. ممكن أبص كذا؟ لا مو ممكن تبص كذا طبعا، قال لك بصريه لسه معلقه الموضه مصري. شوفوا تفكوه زي كذا وتجيبوا الماسك نفس الشيء حق الماسك وتحطوه، يعني شفتوا الماسك اللي تحطوه على وجهكم عادي هذا نفسه، بس انه ليش تحطوه هنا؟ لانه لما تشغلوه هذا يصير حار، فالماسك اللي يصير حار هو يحفز ويعزز فيكي وتقدر ايش وتقدري كمان تغيري بالجوال تسويه بارد، يصير بارد زي الثلج. شفتوا الثلج لما تمرروه على بشرتكم عشان المسامات؟ تدري محتاج ده؟ يصير بارد. لا 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 والله ما تحتاجين، لا صدقيني ما تحتاجين. احنا اوريكم، يا الله من هذا مودة. دقيقة ايوه مودة احتاجك، بالله فكي لي الماسك. شوفوا في ماسكات اصلا حقت فورية تقدر تشتروها، في كذا ماسك، في حق الليل، في حق الصبح، في حق الترطيب، في حق النضارة، في كذا. انا اخذت حق الترطيب عشان بشرتي كذا تكون يعني هذا بالوردة هو حيكون فيه كذا زي المويه. طيب شوفوا قاعد ينقط اوريدي، فانا ايش اسوي؟ حخلي المويه ما حرميها، بعدين حوريكم ايش حسوي فيه. تروحوا تجيبوه زي كذا تفردوه على هذا المحل الذهبي. طيب طبعا اليوم ابغاه حار ما ابغاه بارد. تجيبوا الغطا حيحكم اغلاقه، تضغطوه يعني على جوه كذا، تضبطوا من الجوال تبغوه بارد او حار. وكمان في كذا خيار بكذا لون، في لون مثلا الاحمر، البنفسجي، الاخضر، كل واحد من الالوان الليد اللي موجوده عنده فوائد مختلفه. قاعد يصير حار، واو قاعد يصير حار صح؟ وكمان تقدروا تتحكموا في درجه الحراره اللي تبغوها، تخيل يجيب لي النوم. فصير تقدروا تستفيدوا من كل الماسك كامل، يعني مو بتحطوا ماسك وتمشوا، لا تاكدوا ان الماسك قاعد تغلغل وجهكم. واي 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 وانت لازم تجربي. تخيلي حار وقاعد كذا يهتز وقاعد صارت لوجهي وماسك وكل شيء في العالم، دحين بارد عشان يقفل المسام. طبعا الاعلان اللي جيب في قناتي مواد اللي حتسوي موانا. بعدين لو خلصتوا تقدروا تستفيدوا من هذا الباقي اللي هنا عشان حرام، لانه مره كويس المويه حقته، حطوها زي كذا ترجعوا تستخدموا كانه عندكم ماسك جديد. بعدين اذا خلصتوا تفكوه زي ما وريتكم بالضبط وتشيلوا الماسك وترموه بس، وهذا عشان انه مضاد للمويه تشطفوه بالمويه، بس لازم تشطفوه كويس عشان ما يكون في شيء من وجهكم ماسك فيه. تقفلوه خلاص حطوه على جنب ماسك. يا حلاوه. مساء الخير يا جماعه، مودة قالت اقول لكم هذه المقدمه انه دوبك نمنا ساعتين، رحلتنا من مصر وصلت حرفيا الفجر، نمنا كم ساعه ودحين صحينا رايحين عشان حصور لكم اكبر كواليس تيك توك في القناه كلها. فحرفيا ما ادري ايش حنسوي، ما ادري ايش حنلبس، ما اعرف ما اعرف ولا شيء، بس خذونا وخلص الشغل وخلينا. يعني قاعده اقول لها كواليس بروفيشنال، يعني مو الكواليس اللي تقعدي هذاك الرينج ستايل تسوي ايش رايك ايش في هناك؟ تخيلي يقولوا لي يلا خذي استلمي من هناك رينج واستلمي الكارنر واصوري، ساعات ايش نستفيد؟ في هناك بينو وحشتني سمسمجيه في الليل. انا قلت اني في الرياض، انا في الرياض. ويكون الناس قاعدين نشوفك احنا يوم متاخرين. هذه اول مره لك وانت كذا قال لك اوتفيتس ويختاروا لك اشياء ويلا تحسي ويلا نحس. سيبيكي من الاوتفيت وش نحس، الحين فكره الفيديو حقهم ترانزيشن، انا اكون عاديه بين اسوي ترانزيشن واتحول في حفله ميدل بيست. هذه طيب؟ لعبتي. ايوه لعبه ترانزيشن، بس هلبس هذا اللبس اللي قبل لما سويت ترانزيشن. تعرف ايش هلبس؟ ديسكو. تعرف هذاك الديسكو حق الثمانينات بدري التسعينات؟ هلبس هذا. وقالت جلتري ميك اب، قالت جلتر، وانا ترى خايفه كيف حيكون شكلي. انا بروح اشوف بينو اسوي فيها عشان اعرف انا صحيح حيكون كويس ولا لا. فين بينو؟ هي تعرف انه بينو صاحبتي؟ بينو ليه زعلانه من ملابسك؟ انا صبعوني في الشتاء ملابسك هذا الازرق. أيوه. انا حلبس سبعينات يا موده. انا ايوه حتى انا زيك حكون كل اللي يحطونه. قلت لك واحد فيديو لبيكو وواحد لبينو، قلت خلاص لا تسويها مره حلوه ما يبقى لي شيء. يا الله مره شكلك يجنن. ايه بوت ودنيا لانه في ماي بس
حياتي. صح، قولي لهم ان رجلي ملويه بسرعه عشان ما نتنكب. يلا يلا هو في الملكيه قال. بسم الله جاء دوري، جاء دوري وما ادري ايش حبثت ايش حسوي. هذا 3 2 انا ايوه شفت شيت هيك مبسوطه. سمعت صوت موسيقى طلع. يا 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 سوري ديستروي يور فلوج. حدا في يحكي معي انا الدايركتور يا جماعه. اوه اكشن كات فاستر. يس يس يعني بيكو عم بتصور ومعجوقة والست مودها واللي مفروض كان عم بتصور الفلوج قاعدة برا سياحة جاي جاي تراقب مش جاي تشتغل. قاعد تفضحني ليش؟ مش مقبول يعني قاعدة. طلعت الكاميرا. هذا بلا بوت هاي اللي بديها. باف 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 واو عن جد واو رائعة واو رائعة شو ما عملت رائعة في قولها بعد مرة بليز واو انا عندي رموش انت نسيتي انها ركبت لك انا نايمة وقاعد اسوي زي كذا بيجي تمسك راسي ترى دوب حلمت والله تتذكروا زمان لما جينا في الظهر الساعة 12 تعرف الحين الساعة كم؟ الساعة 9 وصلت حتى دمعتي كريستال هلا طلع فجأة ماي اي شايفة عم تتحرك بعدني عم بقول اللي بحرك المراية بقتله. مين يضحك؟ مين يضحك؟ لا عم تطلعي فيي. أنا آسفة. يلا أجين كارت لا طلعتي بالأرض لا عم تطلعي بالأرض طلعي بحالك هوني شوفي حالك بس مش علينا. توقفي هيك. أنا خايف أسوي حركات تقول لي ليش زي جابي. حدا بحط إيده بجيبه هي بتسميها حركة. وش وين؟ كيري على حالي. يلا يعطيكم العافية. خلصت خلصت خلصت. هذا احتفال خلصنا ولا ايش؟ حلوة مرة صح؟ ترقبوني. ويا صباح يوم جديد في مدينة الرياض. طبعا اليوم حرفيا ما ادري لسه ايش الفعاليات اللي حنسويها، حنزل اشوف البنات. بس قبل كل حاجة حجهز احط ميك اب وحشوف ايش حلبس وكذا، يعني تحسبا يصير ايش ما كان الفعاليات اللي اخترناها انا جاهز. اول شيء حسويه حستخدم جهاز لونه 3، حغسل بيه وجهي علشان طبعا انا جاي من مصر، هذا كله تراب الاهرامات. اغسل وجهي كويس لانه وجهي تعبان. طبعا زي ما دائما اقول لكم احلى شيء في لونا 3 انكم تقدروا تشبكوه ببلوتوث على جوالكم وتتحكموا في السرعه، وتقدروا تستخدموه كمان من هذا الوجه اللي فيه شعيرات السيليكون شايفينها، هذه اللي تقعد تدعك وتدخل جوا وتتغلغل جوا وجهكم. من الجهه الثانيه انكم يسووا لكم زي المساج. جات 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 ايش قلتي؟
طبعا مواد هذه مره انا معايا في الغرفه، فكل ما ادخل الحمام هي لازم تجي. اكبر ابتلاء ان انا معاك في الغرفه. ليه؟ قسم بالله مش الناس فرضت علي في الفلوج. نحط الغسول في وجهنا، او نقدر كمان نحط الغسول على نفس الجهاز، بس انا احب احط على وجهي اول عشان احس انه كذا يعني موزع. بعدين نبلل نفس الجهاز ونضبطه من البلوتوث، نشغله بسرعه اللي نبغاها. انا حطيته واطي شويه يعني وسط مو عالي مره، وندعك وندعك وندعك. طبعا هنا عندنا جمهور قاعد يطالع، ما حد يدري ليش. ترى هي قاعده تستنى الحمام على فكره، تبغى تتروش. انا قاعده اسوي وجهي وقال لك مستكينه وهي واقفه اللي المشكلة انها سابتني نايمة وفطرت. طلعت اكس بنديكت سيرفي كده، يحطوه كده في عيش، بعدين يحطوا اني كايند اوف ميت، بعدين البيضة نفسها تكون كأنها مسلوقة بس سناك. ايوه البيضة اللي نص مستوية. ايوه وفي له هولندي. انا ما احب اكل زي كذا بيض، ما احب. طب ايش رايك تروحي تطلبي لي؟ نازلة اطلبي لي امانة من جد. ابغى سلمون بيجل. سلمون بيجل خلص الفطور ايش مساكم؟ كيفي ابغى افطر دحين، قولي لي ابغى سلمون بيجل. مو مكتوب فطور 24 ساعة؟ حبيبتي هذا حق مصر. هذا فندق مصر اللي قال؟ روح اقري المنيو. تخيل غسلت وجهي بسرعة وجاي هذا كله ابغى عابط، بس ابغى اشوف فيه سلمون ولا لا. Good afternoon. Can I order food to my room? I want the salmon bagel. Pepsi. Okay, thank you. ما قال شيء. قال سلم، قال اوكي. قلت له بيبسي، قال اوكي. اللي شكله ما يدري هو الساعه كم ولا ايش. بس الحمد لله بكذا نكون ضمننا البطن، وانه البشره نظيفه ولامعه ونظره وكل شيء في الدنيا. اوه الجو مره حلو. وحبيت اذكركم انه اجهزه فوريه كلها تنفع لجميع انواع البشره، يعني ايش ما كان بشرتكم حساسه دهنيه ولا عاديه. انا اشهد. حتناسب وجهكم. طبعا هي تقول انا اشهد عشان هي قاعده تستخدم. ايش بشرتك انتي؟ حساسة مرة. انتي حساسة؟ تستهبلي؟ سبحان من خلق البشرة عكس الشخصية. يلا روح البس عشان نسوي فعاليات. صباح الخير يا جماعة، مو صباح الخير هذا، مساء الخير يا جماعة. متجهين لأول وجهة لينا في موسم الرياض واللي هي البطاقة حلوة وينترلاند. وصلنا مرة زحمة. هلا 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 عشم 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 لله. ومره مبسوطين انه اهم شيء قدرنا نوقف سيارتنا هنا علشان ايش؟ ارجع اجيب الجاكيت حقي وقت ما اموت من البرد. الله. السنه اللي فاتت لما جينا مود ليه ما سووا لنا زي كذا حركات؟ اللي شافه معانا نوره قالوا كنسل كل شيء، سوي فيديو كليب ابدا. ايماجن مور، تخيل في الرياض. تخيل في الرياض. وربي ما يديك تمام بالله، مو احبتها. في ناس انا شفتهم متعبتين يسووا رياضه. طيب امسك الشنطه حتفوز. تحدي عن كم؟ عن كف كف. لا ربي على الطمك. دقيقه اقسم بالله كف كف فوق كف. لا كف لا كف. انت قلتي دقيقه لو هي فزتي، لو هي فازت تحديك كف قوي. لا من غير كفو. شفتي انت تفوز. تراجعتي. هي ايش معاملها قوي فيها؟ فلوس كم تبي؟ 500 ريال. دل. انا اللي يدي حتنقطع. لازم تكملها. ها دقيقه ونص تاخذ جائزه. دقيقه ونص تاخذ جائزه. خلاص كفو. 100 ريال. دقيقه ونص كثير. ايش بك لو سمحت سوي لها تخفيض. دقيقه واحده. دقيقه نص دقيقه. 500 ريال. الله يخليك. ما حد رسمي. لا طل شيكه من سمسم تقدري دحين تخلع كتفها. لا ماني عارفه شمسه ولا مقلوب. لا 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 عندها عمليه ولا فلوس الموضوع. ما حاعطيك 500. والله لا تسمع. طلع النبي كتفها مخلوع. مالي صلاح. الله لا 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 ما حتطيحي. اتس اوكي اتس اوكي. تقدري يا بينو. هولد ات هولد ات. لا لا ما حتطيحي. لا تطيحي. والله لا اتزحلقت يدها. عرق اتزحلقت يدك صح؟ صح؟ تلف. هي خدعه عشان ما تفوز. شوف ما في. الو ايوه نتصور مشغول. انا مشغول عندي متعبه. شوف كيف خلوا بينه حلو. كلمي الملكه. والله مره حلو. كفو سمسم فازت. سمسم تخيلوا في هذه اللعبه الصعبه اللي ما حد يقدر يفوز فيها. يفوزوا فيها وانا قاعد اقول لها ما حتفوزي وفازت ولا صورتها حتى. انا ابغى اربح بوكيمون. تعرف هذه ايش تقول؟ هذه اللي تغني اللي معاها مايك. بيكا بيكا لا لا. بسم الله لا لا ما حفوز. احسن ما بطل. هذه العاب بس تعصبني. ده تقهر مره. الله يا جماعه لقيته اللي لعبنا فيها انا ونوره. لقيناه.
بينو لو طحتي ما حرحمك. لا يخدعك هو خفيف. انت قاعد تخدعني. طيب يا جماعة وصلنا بيت الرعب، نبغى ندخل بس نبغى نخلص أكلنا اللي بيدنا بسرعة. وهذا من أول يسوي كش، من أول يسوي كش. كأنه هذيك قريبتك الغلسة اللي دائما تلاقيها في كل محل. طب ما نبغى حق السيريال كيلر إن شاء الله يقتلك ويعلق. هذه خارجين منها أطفال حبيبي. الأطفال هذول أشجع منك. في وسط بيت الرعب فجأة أنا بيكم، يقول لي أنا بيكم، سوي واسطة في وسط الدم. مع السلامة يا ابني امشي. سامحني بسرعة، شوفي بسرعة شوفي. بسم الله دقيقة بصورك. أيوة أيوة خفيفي حاليا خفيفي حاليا. اسمع ترى بيكو حتصيح، وربي مضغوطة بيكو ترى ثانية وتصيح. هذا أحسن متابع عندي في الرياض يا جماعة، أحسن واحد. سرعة قول لهم إيش اسمك. سليمان. سليمان أحسن متابع في الدنيا. لا لا أخذ عصيري أتقاسموه. الله يقرفك إن شاء الله. الله يقرفك يقع. والله ما أخذه وربي ما أخذه. شرب عصيري. هذا أسوأ واحد هنا. الوحيد اللي يعرف يسمعها. قلة أدب. بسم الله يعني ماني عارفة. شوفي بينو بينو هياكل. لا يهديه. قال لك يهديه. أيوه الوحش ناديها باسمك. بينو مستحيل حتى الوحوش يتابعوك. إيه مستحيل. الحمد لله والله شرف. أنا ما أبغى. يقول لي ورب لا ترجع جدة ماشي. الوحش يهدد بينو. هذا الوحش هطل. سمسم لا تخليه يسمعك. قسم بالله لا أصيده. شوفوا يدور على سماهر الوحش. قالت واو. شكرا يا الله، شكرا يا الله، الحمد لله. راح نادى صاحبه وفتن اني مشهورة يوتيوب. سوي سبسكرايب لايك شير. قول كذا الله. سمسم سمسم لا تخليه يشوفك. الله يبارك فيك. قال لي الوحش مبروك على السيارة. شوف الحياة ايش تسوي في الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. برفع فستانك على فوق ولا ايش؟ كان هذه مشهورة. خلاص قلت لكل الناس اني مشهورة. الله 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 الله. شوفوا يا جماعة الاوتفيت. دور بالله وريهم من ورا. الله كيف خلصت فلوس بينو؟ نشوف بينو حتفوز اليوم. مو انا وربي مو انا. حيجي يعطيكي. امل كذاب. كمان يمين. الله يلعنكم يا الشاشين. اول مره بحياتي اشوف الناس استلموا بينو تلعب لهم، يحسبوا انه هي الحريفه. ما يدري انه هذه اللعبه خدعه. ويهزئها كمان. تخيلوا يا جماعه واحد من المتابعين دق علي قال لي انه امه طبخت لنا اكل جنوبي. ما تعرف قد ايش احنا ميتين من الجوع، نبغى ناكل اي شيء من اول. وربي قلت له الله يسعدك ويسعد امك ويسعد بيتك كله. الحين بمر على غرفه بينو اخذها وننزل ناخذ منه الاكل. متحمسه يقول لي عشان امي شافتك تحب العريكه الجنوبيه.
اقطع لحمي. الله يا جماعة شوف الذوق والورد والحركات واللي أكلها الحلا ريحته مرة حلوة نفسي أعرف إيش الآن. يعني ما شاء الله يا أم عبد الله مو بالصانعة الأكل بحب حتى مغلفة ورابطته بحب بلين ما ينفتح. يا جماعة الجريش طعمه يموت يموت يموت. هو الجريش انطبخ مع اللحمة ولا الجريش؟ هذه ما أنا حاطة فلفل هنا ولا الدجاجة. ده ناكل ننسدح ما في فعاليات. ما ولاتهم عليك طعمها مرة حلو طبعا بينه ما شاء الله ذاقتها ما قصرت. وصلنا لآخر يوم لنا في الرياض واليوم إن شاء الله فعاليتنا مرة قوية اللي هي كومباكت فيلد. كومباكت ولا كومبات؟ كومبات فيلد الزبدة المحل اللي حنروح منطخطخ فيه وفيه كده زي البينت بول وزي الحرب وكده نتقسم فرق ونفلم مرة فيه كل فعاليات اللي تطلع الغضب واللي تجيب كده يعني روح المغامرة. فدحين حنروح نكتشف نشوف ايش عندهم. وقبل ما نروح على كومبات فيلد زي ما دائما بكون معاكم بعمل ميك اب قبل ما اخرج, اليوم قبل ما نروح كومبات فيلد حسوي معاكم كونتور. بس مو اي كونتور يا حبيبي, مو كونتور كده يعني ادوات تجميل, لا كونتور باستخدام جهاز بير ميني. طبعا هذا الجهاز قد وريتكم هو في حلقة من الحلقات وقديش نتائجه قاعد تكون فورية. بير ميني فيه له أكثر مايكرو كورنت آمن وفيه له نبضات تي سونيك اللي تشد الوجه وترفعه يعني كده تسوي له ليفت زي الكونتور. كمان حيشيل التجاعيد الموجودة وعلامات تقدم السن المبكرة. كل اللي عليكم تسووه تحطوا في وجهكم سيروم علشان يكون كده يعني سهل عليكم انكم تحركوا. شكلك مرة حلو بسرعة قاعد برا عشان هي خلصت ميك اب وانا لا. شغلوه برضه ببلوتوث زي باقي اجهزه فوريو وتتحكموا في قوه النبضه اللي قاعده تطلع لانه حتحسوه بقى كده نبضه زي الكهربات الصغيره. وطبعا في الابلكيشن يوريكم كيف تسوي الحركات بالضبط يعني كيف تحركوا كذا اذا تبغوا يصير هنا عندكم هذه العظمه او كيف هنا تسووا كذا عشان هذه التجاعيد اللي تكون هنا. فهمتوا كذا تمشوه على وجهكم هولدت هنا شويه ممكن او هنا في هذا العظمة حقت الفك. طبعا كل أجهزة فوريو أنا بالنسبة لي أنها تستاهل الاستثمار. ليش؟ لأنه تقدروا في بيتكم تسووا التريتمنت اللي تبغوه من غير ما تروحوا عيادات وتقعدوا تسووا عناية بالبشرة وتصرفوا فلوس أكثر. مرة واحدة تشتروا جهاز واحد تقدروا تستخدموه للأبد. كل يوم جيتني بواحد. أيوه. تغرع أختك. لا يعني عشان كذا تروح تشتري سعره رخيص وتقدر تلاقيه في أغلب الأماكن. بعدين حتكملوا الميك اب حقكم عادي. اليوم طبعا ما هحط ميك اب كثير بس يا دوبك ماسكارا عشان ما في وقت. راح يروح يخلوني البنات. اوكي بعدين هحط تنت مرطب محدد وروج. ليتس جو. وي احنا في الجولف كار راح ندخل الايفنت. بسم الله شوف ابو ما ابغى سلاح تعبني. لا 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 وقف كبير جاي حبيبي دقيقه بس سوى ست خاص لينا. هذا المكان اللي دحين حيتفش فش. ريدي 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 3 2 1 جو. طالع في نفسك من يحبك تلقى ما حد يحبك ما حد يسأل عنك لأن شخصيتك مقرفة. أتمنى وصلت الرسالة.
دحين ما ادري فين رايحين، بس حندخل نطخطخ نطخطخ ايش ما اعرف. اللي رمايتها كويسه قال حيدخلوها في مسابقه. بينو تخشي المسابقه؟ تجنيد. ححزمكم والله حشرشحكم. جاهزين؟ ترى عندي يدك. لابسين السماعات والنظارات ارمي. ابغى اشوف ضرباتكم، مود اشوف. دحين شوفون ايش حسوي في المسدس. السلاح كويس. ايوه ابهامك هذا على ابهامك هذا. برافو داون ركز على العشره. واو شوف في النص. يدي تعبت. ما شاء الله قاعد اجيبها في النص. معك سلاح. بدي مخزن بني. الله اخذ ثاني. شفتي؟ والله يا جماعه انا تفت وتنتيف. انا بتعرف معايا بعدين. يلا. وديت ابعد. لا مو ابعد، اوضح. يلا. برافو برافو برافو. الحمد لله مره. قالوا لو في بطوله انه انا حافوز راهن علي. ايوه ايوه صح. خمسة ستة. وهذا في اليوتيوب. لا لا. ابغى اشارك في بطولات واطخطخ. والله كفو ترقبوني في الميدان. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى يا رب انكم تكونوا مرة انبسطتوا واستمتعتوا فيه. مرة انا مبسوطة بهذا الفيديو لانه اكتشفت مهارات عندي ما كنت اعرف انها كانت عندي قبل كذا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش اكثر فقرة في هذا الفيديو عجبتكم، ولا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.